أجواء حلقتنا اليوم من ام تي في الايف ولا اروع. ابتدينا مع الحلويات برفقة الشيف شار المدلان، انتقلنا للموسيقى الرائعة من الأزمنة القديمة برفقة غسان يمين وضيفه، ورجعنا للمأكولات الطيبة برفقة مسيو غورمي، وهلا رح نكمل كمان بأجواء ممتعة. وش رأيك المشاهدين ناخذ أو نعمل مشوار كمان بياخذ العقل على إحدى أجمل المناطق اللبنانية، معاصر الشوف برفقة أنتوني الحيل؟ خليكم معنا. هاي رضا، هاي بيت الهنا هو الجست هاوس تبع معاصر الشوف. اكزاكتلي. حضرتك نمت هون براشي؟ مزبوط. خبرني الاكسبيرينس. اول شيء كثير استقبالهم حلو، يعني ذا ار فيري ويلكم، والاركتكتشر تبعيتها حلوه، يعني بتنام بالاوضه في فوت بتحس حالك انه كانك فعلا عايش بضيعه. أركانسيل وقتها بلشت هون كان 2003، بس بلش هون جيت أركانسيل لهون كان بلشت كلوب جونيس أكثر شيء، يعني نعمل هون كل شيء أكتيفيتي للولاد أهل الضيعة، بيبي فود، إنترنت، هالمواضيع. كان بلش كونسبت الأوبير بس مش مثل ما موجود هلا. اللي بيطلع معاصر الشوف في 2000 يحجز ينام عندكم يتروق معكم على بريكفاست، وعندنا مطعم يبرم على الضيعة. وانا مطعم هون نركز اكثر شيء على الاكل التقليدي اللبناني. زيتونه سوداء، زيتون اخضر، هذا في زيتون اخضر وخيار، اهم شيء خيار بندوره بيو. هذا هو الصحن، فينا ناكل هيك اليوم كل سنة. في أرز، في بيوت قديمة، في أكل طيب، هاي الجبال هي المحمية اللي بتصير كلها بيضة بالشتاء. في محميتين هون، في محمية أرز الباروك ومحمية أرز الشوف. محمية واحدة في كذا غابة، باروك، معاصر، عين سحلتا، نيحة، كل هيدي الجبال هي محمية. عازمين على القهوة عند مسيو. نشرب قهوة بالضيعة مع أهل الضيعة ونكفر بالنا. مساء استقبلكم اهلا وسهلا فيكم. الكل في عنا بس مت تقليد الجبل اكثر شيء. تقليد الجبل شوف سرديها عدة مرات بس ما عم نصير اصحاب انا وياها، ما بعرف ليش، بس يعني مش عم تحبها؟ ما كثير عم تزبط معي بس كثير منيح على الصحة، بتعرف؟ اوكي في منا حبوب. ملحن دوها ما رح تخلص اكيد. يلا رح تخلص، رح تخلص. صباح الخير. يا هلا يا اهلا، تفضلوا 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 على شرب طول. يلا هيدا البيت له قصه كثير كبيره،
بيت جدي يعني تعمر لما كان في هو وفي هزة. Thank you. جبلنا هو مهرجان بيصير مرة بالسنة بأيلول بمعاصر الشوف تيرجع يحيي المنتوجات المنطقة ويترك ويحافظ على الدبكة اللبنانية. بتبلش برمتنا بالدرة من المنطقة عن ماريو. كيفك اليوم؟ كيف صحتك؟ حبنا على هريسك. عم تقلي صار 3 أيام عنا. حط على الحطب أو شيء الحطب. لا تدري الحطب. أنا بعوض. لسه نحط على زهر. نسق اللحم نغير لميتها ونرجع نحط القمح فوق اللحم. وعلى الحطب بصير تغلي وما بدك تضلك تحرك فيه. هيدا الهريسة اللبنانية 3 أيام شغل. نعم. إذا شفتوا هريسة ما تتغنجوا على الفكرة لأنه بلشت ناس تنسى كيف تنعمل. صح تارو عادي. نحن بتايم ماجازين نجي تصورتنا شي بياخد العقل. صوصا شو عنده؟ مقلوبة. مقلوبة الدجاج مع باذنجان. أنت زلمة بتوبلات. ريحة المقلوبة عظيمة. المقلوبات المقلية. الباذنجان والنفس. الشعب اللي ما عنده طبخه بالرز شو بيعمل؟ عن جد شو بيعمل؟ طبعا مثل انواع الكبسة الزركاوية مع التبولة كبة اللاطيل ورق العنب والمخضرم. نحن من المعاصي الشوف. ونزلتوا اليوم من البيت وعملتوا طبخة للعالم. أكيد أكيد. شو رح تذوقيني؟ رح ذوقك فريكة. فريكة عظيم. حلو الجو، جو ضايعك، طبخات ضايعه. اسمها سالاد ستيشن. شو عندك منتوجات؟ زعتر، شو عم تدوقين اليوم؟ ورق عنب. ورق عنب. مهرجان اليوم اللي بتنظمه جمعية جبلنا باشتراك مع معاصر الشوف بيشرفنا لأنه بيجيب على المنطقة كتير عالم، وعندنا كمان مثل ما عم تقول اهتمام بالتراث، وعندنا رسومات للبيوت التراثية عملون كنيسة المهرجان الأمريكية، رسومات رائعة. منتوجات المنطقة شرف. فينا نقول اليوم أكيد منتوجات عم ذوقهم اليوم كتير طيبين، بس فينا نقول إذا في ضائعة بلبنان عم تحافظ على الدبكة اللبنانية هي طبعاً. الفكرة تبعها هي عجينة. مزبوط. شو تحطوا معها؟ فيها مطيبات، مزهر، ورد، محلب، ومنقية. ايه ومنقية مزبوط. الزلابية هو الدونت اللبناني. شو بنسميها؟ أكيد. عجينة مقلية على اللبناني. واو. قرشة من برا طرية من جوا، ما فيها زيت. سكر بطيبها على الوجه. مش بينا ما كنت حابب كتير ازدالي بس ورا ثانكيو. من كفه دبولي كبيرة تحليل سلطة مطوح دقيق ورق عريش الجاي كبيرة تحليل بابو كفه. وهذا كل لون من المعاصر من البيت. شو بدي دوق شغلة واحدة؟ يلا بدي ورق عريش. تبولة اللي موجودة بحياة الله طويلة لبنانية وبحياة الله مهرجان. عجينة. عجينة. بيضة حليب. بس. بس. بس دغري. اسمها قمر بتلون. فينا ندوق؟ معلوم أكيد. شكله حلو. أمر شو مع هي؟ كل الهواء من جوا. كيف بتعطيهم بالخضرة؟ مع بطاطا بقلبها. أيوة. ما تحطها بالشوكة.
هيدي كبة عكوب؟ اي نعم تفضل مسويهم انا بالبيت. كبة عكوب، شو بقول العكوب قديش منيح للصحة؟ كثير صحي وكثير بقوي العصب. عظيمة ليمونادا. خبرنا أكثر عن مكوار. مكوار هي مؤسسة مخصصة بإنتاج الأغذية الطبيعية والاستناد على المنتجات العضوية، وزيادة على هيك نحن من دعاة استهلاك الخضار يعني فيجيتاريان. عندنا كونسب كامل متكامل بيعتمد على الخضرة العضوية، على الحبوب الكاملة، على أعشاب البحر. هذه كبة الكوارة. كبة الكوارة هي كبة نباتية نحن ابتكرناها على اسم شركتنا. هي القالب تبعها بربط والتطييب تبع الكبة اللي بتعتمد على الأعشاب. على فكرة نحن أخف استعمال ممكن للبهارات. نحن بنعمل خلطة من الأعشاب في 10-12 نوع من الأعشاب مثل الروزماري، الحبق، المطبخوش، الزعتر. فيها سويتنس لذيذة. فيها سبيب وفيها السيطان اللي هو البروتين على بس جبلين، وفيها اللوز وفيها سيطان فشور. بدي دول كنافة هلا كن بالبيت عند مين؟ عند أختي كنتين، وشفناها بالفرن وكانت عم تتعصب. صح اني كنت انا بحبها بالسحن. وبتعمليهم بس بالبيت او فيها ناس تطلب من عندي؟ لا انا بعمل المدام ما بدها تبيع لحد، فما راح اقبل الا ما تعطي لها تليفوني قبل ما فل، لان ضروري اجي اطلب منها على البيت. هلا شفنا موتزاريلا عم تمخض مزبوط، سكر كثير خفيف، العجينه اللي على الوجه المحمصه مزبوط. واو، هي الكنابه اللي بتعمليها لاولادك. ميرسي. صحتين وهنا. ثالث مرة بيطلع هيدا الشيء مع التلفزيون، هيدا أطيب زعتر باللبنان اللي معمول من سنوبر بري، وبنصح كل واحد يدوق.